أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم الأستاذ شوقي سلامة، صاحب ومؤسس زيزو بزنس. أهلا أستاذ شوقي. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية نشكر تواجدك معنا اليوم ونتمنى تعرفنا المزيد عنك. وبشكركم كثير على اللقاء هذا. أهلا وسهلا بحضرتكم. أنا اسمي شوقي سلامة، مقيم في دولة الإمارات العربية منذ 14 عام. جئت إلى هنا لدولة الإمارات للزيارة كسائح، لكن بفضل الله وبفضل الوالدي الحمد لله استطعت الحصول على وظيفة في أقل من شهر، وكانت الحمد لله وظيفة مناسبة جدا جدا. اشتغلت في مجال المدفوعات الإلكترونية وفي مجال أنظمة حماية أجور الموظفين. تمام أستاذ شوقي، ممكن تحكينا المزيد عن بداياتك مع زيزو بزنس؟ نعم تمام. الآن إذا تكرمت لو تسمح لي في أقل من ثواني كيف انطلقت من المسيرة العلمية العملية من موظف إلى رائد أعمال. عملت في إحدى الشركات هنا في دبي، وقررت أني خلص أتعدى هذه المرحلة أني أنتقل لمجال آخر من موظف إلى رائد أعمال. فالحمد لله رب العالمين استطعت أسس منصة إلكترونية سميتها زيزو بزنس، بتقدم مجموعة كاملة متكاملة من الخدمات للأفراد وللشركات. ما شاء الله. أستاذ شوقي، ممكن تعطينا لمحة عن الخدمات اللي بتقدموها؟ نقدم مجموعة من الخدمات اللي بتحتاجها الشركات بحيث أنه تقوم بإدارة جميع عملياتها وإدارتها من موقع واحد. الخدمات اللي بنقدمها أولاً موضوع الدعاية والإعلان والتسويق للشركات. الموضوع الخدمة الثانية بنقدم لها موضوع التجارة الإلكترونية، من نسمح من خلال منصتنا انه الشركات او المحلات او اي حد عنده قطاع اعمال او قطاع بزنس انه يبيع منتجاته من خلال المنصه تبعتنا. ما شاء الله. استاذ شوقي، من خلال المنافسه الشديده في دبي كيف تميزتوا بتقديم هذه الخدمات؟ نعم صحيح. الان خلال التميز استطعت اني اشوف شو قطاع الاعمال بحاجه إلى أعمال أو بحاجة إلى أنظمة حتى يستطيعوا أنهم يمشوا أمورهم أو العمليات التشغيلية. فاستطعت أني من خلال الحمد لله من خلال خبرتي في مجال الشركات استطعت أني أعرف كل شركة أو كل محل أو أي حد عنده نظام تجاري أنه شو بلزمه. فاستطعت الحمد لله من خلال هاي المنصة أني أقوم بمجموعة مختلفة من الأعمال اللي زي ما حكينا عنها، اللي هو موضوع التسويق والدعاية والإعلان، موضوع التجارة الإلكترونية، موضوع الوظائف، موضوع الأنظمة الداخلية اللي تحتاجها الشركة مثل المحاسبة، الأنظمة المحاسبية، أنظمة حماية الأجور، أنظمة الرواتب، أنظمة إدارة علاقات العملاء. أيضا استطعنا طبعا التمييز هاي المنصة أنه وضعنا جميع الأعمال اللي منقوم فيها في منصة واحدة، يعني ان الشركة او المحل او اللي عنده قطاع اعمال مش بحاجة يذهب الى اي مكان اخر حتى يقوم بادارة عملياته من مكان واحد. الحمد لله رب العالمين تستطيع الشركة او المحل ادارة جميع عملياتها. ما شاء الله. يعني هي كان كبرتنا منافسة عندنا الحمد لله. ما شاء الله. استاذ شوقي، لو حبيت تحكي لنا عن الرؤية المستقبلية، ما هي خططك المستقبلية لزيزو بزنس؟ تمام. احنا الان نظرتنا انه ننطلق في دبي، ننجح في دبي وجميع دولة الامارات العربية ان شاء الله، ومن ثم ننطلق الى العالمية طبعا بجهودكم ان شاء الله الطيبة والنير ان شاء الله من شأتنا. نتمنى لك الافضل. تسلم. استاذ شوقي، من خلال خبرتك الطويلة في مجال البزنس وتواجدك الطويل في دولة الامارات، ما نصيحتك لاي مستثمر عنده اهتمام يفتح بزنس او يقدم عمل داخل الامارات؟ الحمد لله رب العالمين دولة الامارات العربية مقدمة ممثلة بشعبها وبرئيسها الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله ورعاه، وجميع شيوخ الإمارات. استطعت وأنا في دولة الإمارات التقدم في أكثر من مسيرة عملية من خلال دولة الإمارات، تواجد في دولة الإمارات. بنصح كل مستثمر أو كل شخص حاب يفتح مشروع يأتي لدولة الإمارات، راح تكون كل الأمور ميسرة له بكل بساطة بكل سهولة وما في عوائق. نهاية أستاذ شوقي، بدنا نعرف ليش اخترت دولة الإمارات لتكون بدايتك إنشائك لأول بزنس لك؟ وأنا في بلدي كثير من أصدقائي يحكوا لي اذهب إلى دبي، اذهب إلى دبي، اذهب إلى الإمارات، راح يكون مجال أفضل وأوسع وانتشار لخبراتك بشكل أكبر. والأهل برضو شجعوني
ولما جيت هنا الحمد لله يعني فعلا اكتشفت ما قيل عن دولة الإمارات وعن دبي خصوصا، إنه فعلا كلام صحيح وواقعي، واستطعت فعلا إني أطبق هذا الكلام اللي سمعته طبقته أنا شخصيا، بحيث إني استطعت إني أفتح بزنس هون في دولة الإمارات، والحمد لله إحنا في طور النجاح إن شاء الله بمشيئة الله، وإن شاء الله يعني نوصل لمرحلة أكبر وتقدم من خلال هاي الدولة العظيمة الرائدة بممثلة بجميع أطيافها. نهاية أستاذ شوقي، بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع زيزو بزنس. يمكن يتواصلوا على الرقم 056-149-1339 أو على الإيميل info@zizobusiness.com. موقعنا في دبي، منطقة ديرة سيتي سنتر بورسعيد، بناية السيركل. نهاية بنشكر الأستاذ شوقي، سلام على تواجده معنا ولجميع طاقم العمل في زيزو بزنس. وأشكركم جزيل الشكر على هذه الفرصة اللي أتاحته لنا من خلال قناتكم الموقرة الرائعة الوصول إلى هاي المرحلة، وإن شاء الله من خلالها نوصل للعالمية طبعا بفضل الله ثم بجهودكم الطيبة، وإنه نخبر كمان أصدقائنا ومعارفنا إنه يجوا هون على دبي يستثمروا ووصلوا إلى مرحلة إن شاء الله متقدمة ومرحلة رائعة إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا. أشكركم جزيل الشكر. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.